اتفقنا عليها وسوف نتفق عليها فيما بعد. طيب، أنتقل إلى بغداد إلى الأستاذ محمد حسن الموسوي المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي. أستاذ الموسوي، أرحب بك معنا في ساعة عراقية. تحدثنا مع الأستاذ الأسدي عن بوادر ومؤشرات اندماج أو توحيد ائتلافي الوطني العراقي وكذلك ائتلاف دولة القانون. أستاذ الموسوي، كان لديك تصريحات اليوم صباحا في زيارتكم مع الدكتور تشلبي إلى كربلاء عن أن هناك تطور إيجابي كبير قد حصل في هذا السياق، وأننا يعني سنزف بشرى للعراقيين في يعني في ساعات قليلة عن اندماج الائتلافين. إذا كان لديك معلومات أيضا إضافية تقدمها لمشاهدينا الكرام في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك على هذا السؤال المهم، وتحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الغراء. في الحقيقة أستطيع القول أنه تم الاتفاق بشكل نهائي الليلة أول من أمس على انتظام قائمتي الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا التي سيصار إلى تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة. وفعلا نحن نزف البشرى لأبناء الشعب العراقي أن الطريق باتت سالكة للإعلان عن ولادة هذه الكتلة، ربما في الساعات القليلة القادمة أو ربما غدا. والآن في هذه اللحظات هناك اجتماع مهم لقيادات الائتلافين تضع اللمسات الأخيرة. البيان الذي سيصدر في هذه المناسبة سيكون بيان مقتضب يتحدث عن ولادة هذه الكتلة النيابية الأكثر عددا، وبات يعني بحكم المفروغ والمسلم منه تشكيل هذه الكتلة بين الائتلافين، الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون. كل العقبات التي كانت في طريق يعني عدم إعلان هذا الاندماج أو التحالف قد ذللت بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك بفضل وعي سماحة السيد مقتدى الصدر ووطنيته ووطنية أخوة التيار الصدري. ونحن حقيقة الآن فرحون بأن إنجازا كبيرا حدث، وسيستمع أبناء الشعب العراقي يكون ربما بيان الإعلان عن الاتفاق النهائي عن تشكيل وعن ولادة الكتلة النيابية الأكثر عددا. بالأمس كنا في مدينة النجف الأشرف وتشرفنا بزيارة مقام الإمام علي، ومن هناك كان لدينا تصريحات صحفية بهذا الخصوص حسب المعلومات التي وردتنا وهي معلومات قطعية. وبات بحكم المسلم به والمفروغ منه أن اندماجا حقيقيا وفعليا قد حصل بين الائتلافين، وهذا مما يسهل عملية تشكيل الحكومة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أستاذ الموسوي، ذكرت أن كل العقبات تم إزالتها، كان هناك حديث عن أن تسمية رئيس الوزراء هو العقدة الأكبر، إذا أمكن أن تحدثنا حول هذا الموضوع، هل سيتم ترشيح شخص واحد لتولي رئاسة الوزراء أم ستطرح أسماء؟ ما هي الآلية التي تم الاتفاق عليها لتسمية رئيس الوزراء لهذه الكتلة الموحدة؟ في الحقيقة كانت هناك عدة قضايا كان حولها تفاوت في وجهات النظر، أستطيع أن أختصرها بثلاث أمور أساسية. الأمر الأول هو الضمانات التي طلبتها بعض أطراف الائتلاف الوطني ببقاء الكتلة النيابية الأكثر عددا كتلة متماسكة للسنوات الأربعة القادمة، وأن لا يتكرر سيناريو الائتلاف العراقي الموحد كما حصل في الدورة النيابية السابقة وما سببه ذلك من خيبة أمل للناخبين العراقيين، ربما انعكست هذه بإحجام أبناء الفرات الأوسط والجنوب عن المشاركة الكثيفة في الانتخابات مقارنة بأبناء المناطق الأخرى. القضية الثانية هي كانت قضية الموقف من مشاركة القوائم الفائزة الأخرى، وهنا طبعا في هذه النقطة بالذات تم التأكيد على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة مشاركة وطنية، وسوف لن يصار فيها إلى تجاهل أي من الكتل الفائزة،
وأعتقد أنه إشارات صدرت من الرئيس العراقي جلال طلباني متحدثا باسم كتلته كتلة الكردستانية، وأوضح فيها عن فكرة التحالف الرباعي أو الخماسي التي سيضم الائتلافان وبالإضافة إلى الاتحاد الكردستاني والقائمة العراقية وجبهة التوافق. القضية الثالثة والمهمة هي كانت مسألة الآليات التي سوف يصار إلى اعتمادها لاختيار مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لرئاسة مجلس الوزراء، وحقيقة وضعت آلية هي آلية التوافق والتراضي، ورفضت فكرة التصويت لأنه لدينا تجربة سلبية سابقة لحقيقة حينما جرت في المرة السابقة التصويت بين مرشحين مرشح الائتلاف الموحد العراق الموحد، وترك ذلك لمساته على طول الخط. الآن الآلية التي اعتمدت هي آلية التراضي والتوافق، بالإضافة إلى ذلك وضعت معايير وضوابط فيما يتعلق باختيار مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا. ألخص هذه المعايير والضوابط بالتالي: أولا بالكفاءة الشخصية ونزاهة الشخص المرشح. القضية الثانية تاريخه في إدارة الدولة وفي ماذا كان هناك فساد إداري ومالي أم لا. والقضية الثالثة موقفه من مسألة عودة البعث والبعثيين. هذه القضايا الثلاثة أو الضوابط بالإضافة لضوابط أخرى في إدائه ونزاهته وكفاءته وحنكته وصبره وانفتاحه على الجميع ومقبوليته داخليا ومحليا وخارجيا، بالإضافة إلى الآلية هي تمثل جميعا الآلية التي سيصار فيها إلى انتخاب رئيس الوزراء القادم. على أنني أقول أنه لم تعد هذه المشكلة مشكلة قائمة حقيقة، جميع الأطراف سوف تتفق إن شاء الله على المرشح عن طريق هذه الآلية، آلية التوافق والتراضي. وأنا أطمئن جمهور الائتلاف الوطني العراقي وجمهور دولة القانون أنه لا يوجد خلاف حقيقي حول مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بل ليعلم الجميع أن مسألة تشكيل الحكومة وترشيح من سيشغل منصب رئيس مجلس وزراء بات في ملعب الكتلة النيابية الأكثر عددا التي سوف تتشكل من انتظام قائمتي الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون. هذه القضية تجاوزناها بفضل الله سبحانه وتعالى، والجميع متفق على أن نعتمد آلية التوافق. طيب أستاذ موسى، ونحن نتطلع إلى المستقبل والأمل يحدونا. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ الأسدي. أستاذ الأسدي، إذا كان لديك إضافة حول آلية انتخاب رئيس الوزراء، الأستاذ الموسوي يتكلم عن التراضي والتوافق، يعني إذا أمكن أن تفصل التوافق والتراضي، يعني قد يكون فضفاض، كيف يمكن أن تسترضون كل المكونات في هذا الائتلاف الجديد لانتخاب اسم واحد؟ هل سيطرح اسم واحد أم أسماء متعددة؟ وبالتالي سيكون الخيار لمن يعني لمن يحصل على نسبة أصوات أكثر، يعني ما هي الآلية بالتحديد لاختيار رئيس الوزراء داخل هذا الائتلاف الجديد؟ يعني هو مثل ما أشار الأخ الموسوي أن هناك حالة من الاتفاق بين الائتلافين على ضرورة أن يكون مرشح الكتلة الأكبر عددا هو بالاتفاق والتوافق بين الأطراف، ولكن قطعا هناك سوف تشكل